التي كان زعيمها سعد زنجور. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، قرر أعضاء الوفد المصري الذهاب إلى المندوب الساحلي البريطاني للسماح لهم بالسفر إلى باريس. تعالوا معي يا أصدقائي نرى ماذا حدث لهم. هيا بنا يا أصدقائي للذهاب إلى المندوب الساحلي البريطاني لعرض قضية مصر مؤتمر الصلح في باريس، لأننا نريد أن نحقق مصر العدالة وأن تكون مصر دولة حرة. من أنتم وماذا تريدون؟ أنا سعد زغلول. أنا علي الشعراوي. أنا عبد العزيز فهد. نريد منك السماح لنا والسفر إلى باريس لعرض قضية مصر. ماذا تريدون السفر إلى باريس؟ لتحقيق مطالب الأمة وهي الغاية الحماية البريطانية على مصر. إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات. إلغاء الأحكام العرفية. نحن نرفض سفركم إلى باريس. ألقوا القبض على سعد زغلول لازم الأول يتم رفعهم إلى جزيرة مالطا. وبدأت أحداث الثورة التي أشعلها نفي سعد زغلول لازم الأول إلى جزيرة مالطا، التي كانت ثورة شعبية بمعنى الكلمة، وقد خرج كافة طوائف الشعب المصري، قد خرج العمال والطلاب والفلاحين والمرأة، والمرأة لأول مرة في التاريخ، وقد خرج عنصري الأمة والأطفال والمسلمين.